اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 15 فلسطينيا في اقتحامات وعمليات دهم نفذتها في مناطق الضفة الغربية المحتلة، ومن بين المعتقلين شقيق منفذ عملية سلفيد. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المستوطنين اليهود نصبوا خيمة كبيرة على دوار قرية حارس شمالية مدينة سلفيد. وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مداخل بلدة كفر الديك غربية مدينة سلفيد شمالية الضفة الغربية المحتلة، ومنعت الدخول إليها والخروج منها. الآن ينضم إلينا الأمين العام للحزب الوطني الدستوري السيد أحمد الشناق. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد في هذه النشرة. نتحدث عن هذه الجلسة الطارئة لمجلس النواب وما جاءت فيه من نقاشات وبالنهاية من توصيات. كيف يمكن أن يغير هذا النقاش في دفع الحكومة لاتخاذ كما ذكر النواب إجراءات أكثر جدية بحسبهم باتجاه تغيير ما هو يحدث الآن في المسجد الأقصى؟ الحقيقة أنه الآن قضية القدس والمقدسات الإسلامية حتى والمسيحية، واضح أنه الذي يتصدى لهذه الهجمة الإسرائيلية المتطرفة ومحاولة السيطرة والاستيلاء على الحرم القدسي الشريف، وهي محاولات يائسة نحو تصفية القضية الفلسطينية كما أقر القانون يهودية الدولة، وكما ابتلعت أرض الضفة الغربية التي لم يبقى منها شبرا بما يمكن أن يقال عنه دولة، وبالتالي مخطط إسرائيلي يعني ينفذ على الأرض الواقع. واللافت أنه مطلوب، نعم اليوم بالحقيقة أول شيء نؤكد على الموقف الأردني الثابت وجهود جلالة الملك بكافة اللقاءات الدولية والمؤتمرات التي عقدت في مجلس القدس، يعني واضح أن هناك القضية القدس والمقدسات أصبحت تقع على عاتق أهلنا الثابتين المرابطين الصامدين وعلى الأردن في مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية بمحاولة الاستيلاء على الحرم القدسي الشريف. المطلوب من الحكومة واليوم مجلس النواب قرر ذلك، لابد الحكومة أن تأخذ إجراءات بمستوى عربي ومستوى إسلامي ومستوى دولي، لأن قضية القدس والمقدسات الإسلامية معني فيها العالم العربي ومعني فيها أيضا العالم الإسلامي، فلابد أن يكون للحكومة الأردنية جهد متحرك في تفعيل الدور العربي وتفعيل العالم الإسلامي وأيضا العالم الذي يريد ويتحدث عن احترام الأديان واحترام دور العبادة. وأيضا على الحكومة الأردنية، هناك معاهدة سلام أردنية إسرائيلية وأتى في نصوصها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فلا بد أن يرفع أيضا الكرت الأحمر في وجه الإسرائيليين إنه هذا خط أحمر ويهدد هذه المعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وهي طيب. إحدى بنود الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية. نعم. في مصحوبة بذكرك لهذه المعاهدة سيد أحمد، أوراق نعم. الضغط التي تملكها الآن الحكومة على إذا أراد الحديث على إسرائيل وبالتالي أيضا باتجاه دولي عربي لتغيير الواقع الآن من اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى وهي متكررة وبلغت ذروتها في عام 2018، يعني ما هي أوراق الضغط لدى الحكومة؟ وهل تتفق مع ما جاء إليه بعض النواب بضرورة اتخاذ خطوات مثل سحب السفير أو استدعاء السفير الأردني من إسرائيل؟ نعم، أنا مع طرد السفير حتى الأردني، وحتى تشعر حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الموقف الحكومي الأردني أيضا هو بصراحة متناهية، يعني أن يكون معبرا أيضا عن ضمير الأردنيين في مجلس النواب في الشعب الأردني ومواقف جلالة الملك. لابد أن تكون هناك موقف سياسي واضح مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الحرم القدسي الشريف خط أحمر، وهو لا يقل أهمية عن أي بند نصت على اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل. وأيضا لابد من دعم سفراء العالم الموجودين في الأردن في عمان وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإشعارهم وتنبيههم وتحذيرهم أن الطرف الاحتلال الإسرائيلي يأخذ المنطقة إلى حروب دينية. هذا التطرف الديني الإسرائيلي سيأخذ القضية الفلسطينية من قضية احتلال وقضايا حقوق سياسية إلى مفهوم صراع ديني، وهذا يفتح باب نار جهنم على الكيان الإسرائيلي ذاته وعلى أي محاولة لإقامة سلام عادل أو شامل أو
باستعاده الحقوق الفلسطينيه بدولتهم، وبالتالي ما تمارسه سلطه الاحتلال الاسرائيلي سياخذ المنطقه برمتها الى حاله من عدم يعني الى الصراع الديني. يعني سنذهب من قضيه احتلال الى قضيه صراع ديني وخلق التطرف الديني. هذا التطرف الاسرائيلي نحو المقدسات الاسلاميه هو ايضا سيوجد حاله من التطرف في المنطقه، وسيشعل المنطقه برمتها، وهذا يهدد السلم العالمي، وهذا يهدد كافة دول العالم المعنية وتأثيرها في القرار في المنطقة، سيهدد المنظومة العالمية نحو رؤيتها نحو إحقاق سلام عادل واستقرار في هذه المنطقة. وبالتالي حقيقة نؤكد على الحكومة وأمامها عديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها. طيب. استدعاء السفير الإسرائيلي وتوجيه إنذار، توجيه إنذار أولي إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي. في مسألة تحشيد الدعم، إعلان موقف أن الوصاية الهاشمية التاريخية والدينية ووفق ما جاء أيضا في اتفاقية السلام هو تهديد لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، ويجب هذه الرسالة أن تصل إلى العالم بأسره. طيب. وبالتالي يعني سيد أحمد في في فيما يخص تحشيد الأردن العربي والدولي، وبالتالي أخذ زمام المبادرة كما يفعل دائما الأردن بقيادة الملك، يعني من خلال الوصاية الهاشمية، كيف يمكن تشكيل هذا الموقف العربي في ظل الأوضاع الحالية، وخصوصا يعني من إحدى التوصيات مخاطبة جامعة الدول العربية للتحرك بشكل أكبر، ونحن مقبلون على اجتماع لجامعة الدول العربية، كيف يمكن تشكيل هذا الموقف؟ اسمح لي أستاذي، احنا لا نريد الدبلوماسية الناعمة، الجامعة العربية لن تعمل شيء. هناك مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة متعلق واسمته وأطلقت عليه مؤتمر القدس، وهناك أيضا دولة المغرب العربي الشقيق أيضا معنية في قضية القدس. أنا بحكي الآن بمفهوم ما تحدثت فيه الدول العربية. أنا أطالب الحكومة الأردنية فعليا أن تضع العرب جميع الدول العربية في موقف محدد تجاه الكيان الإسرائيلي بقضية القدس، أن يكون مؤتمر من أجل القدس. لا يمكن ولا يمكن أن يبقى الأردن يتحمل المسؤولية. قضية القدس قضية عقيدة إسلامية تمس كل إنسان مسلم على وجه هذه الأرض، وهذا سيأخذ المنطقة برمتها إلى مفهوم الصراع الديني. وبالتالي على الحكومة الأردنية أن تتحرك بفاعلية وتحرك جدي وحاسم تجاه الكيان الإسرائيلي، أن قضية القدس ستوقف أي قضية مفاوضات أو أي حوار نحو مفهوم إيجاد سلام عادل وشامل. شكرا لك. تجاه الحقوق الفلسطينية. وبالتالي نأمل من الحكومة ونطالبها وبشدة أن تتحرك عاجلا، أولا توجيه إنذار إلى السفير الإسرائيلي، الاجتماع مع سفراء الدول العالمية وتحديدا الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن، السفراء العرب والإسلاميين، وبحث قضية القدس على مستوى عربي وإسلامي ودولي. شكرا لك. على اعتبار أن هذه القضية تهدد السلم العالمي واستقرار المنطقة. شكرا لك الأمين العام للحزب الوطني الدستوري سيد أحمد الشناك، شكرا جزيلا لك.